صباح النشاط، صباح السعادة عليكم. النهاردة هنعمل تمارين مهمة جدا لمنطقة الحوض، ودايما الناس اللي عندها مشاكل في الحوض بدون أول مفاصل أو العضلات اللي حوالين المفصل ده مهم بالنسبة لي، هي تبقى مرنة تبقى قوية. في الأول لازم أسخن كويس قوي، لأن المفاصل اللي هي الحرة اللي زي الكتف والحوض أو مفصل الهيب بالنسبة لي ده اسمه الكرة والحك أو بولان سوكت، ده مهم جدا أن أنا أسخن كويس عشان ما يحصلش أي مشكلة فيه، لأن وارد أنه يحصل فيه خلع أو مزق، وده مشكلة كبيرة جدا. كده سخن على أي جهاز لو أنا في الجيم اسمه كارديو فاسكولار تريننج، زي الليبتيكال، زي المشاية، زي العجلة، كل الأجهزة دي ممكن أسخن عليها من 5 دقايق ل 10 دقايق، ممكن أوصل ل 20 دقيقة عشان أتأكد إن جسمي سخن كويس جدا وضربات قلبي ترفعت. خلصت التسخين، لو أنا في البيت بعمل مثلا ماشي في المكان جامبينج روب، ده بالنسبة لي للتسخين. طيب ممكن أخد ركبة تسخين. عايز أزود بقى المرونة في المفصل ذات نفسه، باخد رجل واحدة دائرة لبرة، ده عشان أخلي فيه مرونة في العضلات اللي حوالين المفصل كله، وأجهز الأربطة اللي جوه المفصل للتمرين. خلصت الرجل اليمين أخش الشمال، ممكن أعمل خطوتين رجل خطوتين رجل، ده موجود، أعكس دائرة لجوه، أعملها 15 عدة دائرة لجوه، ممكن أعمل خطوتين رجل خطوتين رجل. مهم جدا بقى نعمل تمارين اللي من الثبات الأول، هطلع وأثبت كده، أنا بقوي العضلة المسؤولة عن ربط المفصل من هنا بالثبات كده، أشتغل بالحركة أشتغل بالحركة كده، أنا قويت العضلة الأمامية اللي هي ربط المفصل من البطن السفلى للعضلة الأمامية. طيب اشتغل من الجنب كده، انا بقوي العضله الجانبيه اللي رابطه المفصل، عايز اقوي العضله الاليه اللي رابطه المفصل من ورا، ما ننزلش على الارض اخبط الارض، لا تاتش وطع لورا مع النفس. خلصت، عايز اقوي العضله الضمه، هنزل تحت، ده ثبات كده، العضله بتقوى وانا ثابت 30 ثانيه. طيب عايز اقويها من الحركه، ابتدي الاول هاف رينج اللي هو مستوى بسيط قوي، بعد كده فور رينج، 1 2. خلصت، مهم جدا نعمل استرتشات بتاعه كل مفصل او كل عضله في المفصل كده، الاماميه كده، الجانبية لازم اعمل سبورت كده، الضمة اللي جوه هنزل وازق ركبتي لبره كده، بعمل استرتش للعضلة الضمة. وكده يبقى استفدنا بتمارين مهمة جدا لعضلات الحوض، نركز قوي، لازم نسخن الاول وفي الاخر نعمل اطالات، مع معلومة مفيدة الحلقة اللي جاية إن شاء الله.